وقعت محمد فؤاد اللي حصلت الفترة اللي فاتت في مستشفى عين شمس التخصصي وقلبت الدنيا على السوشيال ميديا. حصل تطور جديد ولافت في الواقعة، وده بعد ظهور سيدة بتدعي ان هي بنت اخت الفنان محمد فؤاد. يا ترى السيدة دي عملت ايه وقالت ايه خلت الكل يسأل هو اللي حصل ده حقيقي ولا لأ؟ تعالوا نشوف القصة بالتفصيل من الاول. القصة بدأت لما انتشر فيديو على السوشيال ميديا وظهر فيه بنت بتقول فيه ان هي بنت اخت محمد فؤاد، وقامت بتوبيخ كل الموظفين اللي في مستشفى عين شمس التخصصي، وده حصل بعد وقع التعامل طبيب مع الفنان محمد فؤاد بطريقة اثارت استياء الاسرة. السيدة اللي ظهرت في الفيديو عبرت عن غضبها من الطريقة اللي تم التعامل بيها مع عمها، وقالت ان اللي حصل ده ما ينفعش يحصل مع شخصيات عامة او مع الموظفين العاديين. السيدة اللي ظهرت في الفيديو ما اكتفتش باللي حصل، وهددت ان هي هتاخد اجراءات قانونية صارمة ضد الطبيب اللي كان ليه دور في الواقعة، وقالت في حديثها ان الحوادث دي مش هتتكرر تاني مع اي شخص، وقالت ان المعايير الاخلاقية لازم تطبق بالتساوي على الجميع بغض النظر عن شهرتهم او مكانتهم الاجتماعية، وقالت اللي حصل مع النجم ده مش هيتكرر تاني سواء كان فنان او مواطن عادي. واكدت السيدة ضرورة تحسين التعامل مع الشخصيات العامة في المستشفيات، وطلبت بتغيير المدير المسؤول لو ما تمش تحسين المعاملة، وعلقت وقالت في الفيديو اللي ظهر على السوشيال ميديا وقلب الدنيا: التعامل مع الشخصيات العامة لازم يكون بأفضل شكل ممكن، وبتوع الجامعات لازم يشوفوا طريقة يتعاملوا بيها مع المشاهير. التصريح ده أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح نقاش حول كيفية التعامل مع المرضى في المؤسسات الصحية سواء كانوا من الشخصيات العامة أو غيرهم، وأهمية تطبيق معايير أخلاقية موحدة للجميع. وبعد انتشار الفيديو على السوشيال ميديا الناس كلها استغربت وقالت هي البنت دي فعلا بنت أخت محمد فؤاد ولا لأ؟ ولو مش بنت أخته ليه طالعة وبتقول كل ده؟ تعالوا نعرف الحقيقة. نفى طارق العطر مدير أعمال الفنان محمد فؤاد وجود صلة قرابة بين فؤاد والسيدة اللي قالت إن هي بنت أخته، وقال إن النجم محمد فؤاد ما يعرفهاش ولا عمره شافها قبل كده. والناس علقت وقالت طب هي طالعة ليه بتقول كده؟ شكلها عايزة تتصدر الترند وتبقى حديث مواقع التواصل الاجتماعي. كل ما يعرفش قصة المشاجرة اللي حصلت مع محمد فؤاد، تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وقعت مشاجرة محمد فؤاد مع أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي، وأثار انتشار الفيديو حالة كبيرة من الجدل تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.